ونتمنى لكل من يتابعنا في هذه اللحظات أن يكون بصحة وعافية وأن ينعم أيضا بالسعادة والهناء. في هذه المساحة سننتقل الآن مباشرة مشاهدينا الأحبة إلى زميل محمد الدهلي الحاضر معنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض لنتعرف أيضا على مستجدات الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا كوفيد-19. أهلا وسهلا بك مرة أخرى محمد. أهلا بكم مرة أخرى هنا من الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19. جهود مشتركة ومبذولة مع وزارة الصحة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، مع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، شرطة عمان السلطانية والكثير من الفرق التطوعية. جهود متكاملة. وللحديث أكثر عن هذه الحملة يسرني أن أرحب بالدكتورة لمياء بنت حسين البلوشية، مديرة عامة، مديرة دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض. ما شاء الله مسماكم الوظيفة طويل دكتورة. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور. صباح النور، حياكم الله دكتورة. نتحدث أولا عن الإحصائيات والأرقام الجديدة، إذا كانت هناك نسب معينة تسر الخاطر إن شاء الله. طبعا تواصل المديرية العامة للخدمات الصحية الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19. خلال الفترة الماضية تم تغطية صرف ما يقارب من 1,118,000 جرعة في محافظة مسقط. هذا طبعا بالنسبة للجرعة الأولى، والجرعة الثانية بنسبة تغطية تصل إلى 85% ولله الحمد. طبعا وأيضا من ضمن الفئات المستهدفة كان عندنا طلبة المدارس من عمر 12 سنة وما فوق، وتم تغطية وصرف ما يقارب من 78,000 جرعة لهؤلاء الطلبة بنسبة تغطية تصل إلى 80% للمدارس الحكومية، وأيضا نسبة تصل إلى فوق 50% للمدارس الخاصة ومدارس الجاليات. ما شاء الله. إذن هي المراحل أو الفئات المستهدفة كانت منظمة بشكل مرتب من قبل المديرية العامة للخدمات الصحية. كيف تري الوعي المجتمعي تجاه التسلح بهذا اللقاح؟ طبعا نشعر بالارتياح لوجود هذا الإقبال الواسع على مراكز التحصين وتغطية هذه الأعداد الكبيرة يعني في فترة زمنية قصيرة جدا، وهذا يدل على الوعي المجتمعي لدى الأفراد، يدل أيضا على ثقة المجتمع بالتحصين وثقتهم أيضا أن هذا التحصين سيقلل من المرض وسيقلل من أعراض المخاطر المرض بالنفس بإذن الله تعالى. دكتورة، كلمة أخيرة ووصايا منك كدكتورة للمجتمع أيضا. طبعا ندعو الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح، وندعوهم أيضا للالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية. طبعا أخذ اللقاح سيسهم من تقليل حدة المرض، سيسهم من تقليل الإصابات سواء في أماكن العمل أو أيضا المدارس، ونعود بأمان لجميع مقاعد الدراسة إن شاء الله بإذن الله في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتورة. إذن مشاهدين الكرام، كما سمعنا وشاهدنا وعرفنا عن الأرقام الجديدة المبشرة بالخير، نسمع بس الكلام اللي هو يوجه لنا من قبل اللجنة العليا ومن الدكاترة المختصين في هذه الأمور، وبإذن الله تعالى تعود الحياة كما كانت وأفضل. في أمان الله. نعم، شكرا لك زميل محمد الدهلي. وجميل أيضا أن نشاهد هذا التعاون بين فئة المستهدفين للتطعيم وأيضا الطاقم الطبي في هذه الحملة، إن شاء الله تكون أيضا مكللة دائما بالنجاح والتوفيق. نعم، ضيفة محمد ذكرت أنه العودة بأمان للمدارس إن شاء الله، ونحن من خلال ضيفتنا القادمة